وقال بشامة بن الغدير: ولقد غضبت لخندف ولقيسها لما ونا عن نصرها خذالها دافعت عن أعراضها فمناتها ولدي في أمثالها أمثالها إني امرؤ أسم القصائد للعدا إن القصائد شرها أغفالها قومي بنو الحرب العوان بجمعهم والمشرفية والقنا إشعالها ما زال معروفا لمرة في الوغى علوا القنا وعليهم إنهالها من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها.